يا هلا، مرحبا بالجمال والدلال والوعود اللي وعدتكم فيها أن كل شهر راح يكون عندي شيء حلو يعجبكم وباختياري وبشغلي وبتركيزي. طبعا أول شيء نزلت لكم ثلاث ستات فرش مختلفة. حبيت بهالستات هذه يكون سعرها جدا جدا رمزي عشان تكون حق طالبات الجامعة أو حق البنات الصغار أو حق اللي تقولي جمال فرشك غالية ما أقدر أشتريها. نزلنا ثلاث ستات مختلفة تينن، كل ست أحلى من الثاني. وهالمرة خليت الستات هذه يكون فيها الفرش الأساسية فقط، يعني الفرش القديمة سويت ست الفرش الأساسية مع كم فرشة دلع زيادة، هذول سويتهم الأساسيين فقط عشان اللي تقول لي فرشك غالية. فاللي قالت لي فرشك شوية غالية، مع أن أنا هذولاك الفرش هم أسعارهم بيرفكت، بس هم سويت شيء حق اللي تبي سعر أقل من سعر الفرش القبلية. راح أوريكم شلون قسمتهم على ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى خليتها فرش عين الأساسية فقط، وسويت لكم هذه الجنطة معها. طبعا ما أقدر أحركها لأن هذه تعكس، سويت لكم إياها شيء على شكل جنطة عشان هم أنت تستفيدين منها، أنت تقدرين تحطين فيها الميك اب مالك. شيء بوريكم الخشب مال الفرش هذا صبغة يدوية، تخيلوا خليناها مثل تلوين مائي يهبلون. لا تشوفون ايش كثر انا ميتة على صبغتهم. تاخذينها اصلا اقول لكم شيء، انا عندي فرش براندات على 16 18 20 25 توصل فرشة الوحدة. انا حطيت لكم ست كامل قيمة فرشة واحدة، هذا نفس الشيء قيمة فرشة وي واحدة حطيت لكم هالست. يعني انا فخورة بنفسي اني قاعدة اسوي شيء اقل 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 ما يمكن اسعار ان انتم تتخيلونها. بقولكم شيء، شوفوا ترى انا مهتمة بتفاصيل وايد. شوفوا هذا خشب مصبوغ صباغة ايد، شوفوني هذا استيل ونوع كواليتي الفرش خيالي. يعني مو عشان انا حطيتهم بسعر رخيص عبالكم انه هو الكواليتي اقل، مستحيل شيء يطلع باسمي الكواليتي خربوطة، مستحيل. عندي ما اربح الا ربع دينار، ولا اني انا اخسر ثقة متابعيني ان يشترون شيء بجودة عالية. عليكم العافية. انا وايد مستانسة اليوم على هالست، وايد مستانسة على الستات وميتة على اللون. ترى انا لما انقي شيء واختاره ترى وايد اطول عشان اقول هذا الشيء كونفيرم. كنت ابي شيء بسيط وناعم وبنفس الوقت حلو. هذولا فرش الوي الأساسية ما فيها ولا فرشة دلع زيادة. أوف، سويت لكم إياها مرة ثانية قيمة كل هالجنطة بقيمة فرشة وي من واحد من البراندات عشان تشوفون أنا إيش كثر مدلعة متابعيني. أول شيء عندكم فرشة الكونتور هذه اللي هي تحدد الحنج والوي، وهذا نفس الشيء تقدرين تستخدمينه حق الخشم. وهذه حق اللوز باودر، هذه حق البلاشر، وهذه حق الفاونديشن. أساسيين يهبلون يموتون من جمالهم الكواليتي. طبعا أنا وريتكم من البداية أن هذول أنا كنت قاعد أشتغل عليهم صار لي فترة. هذا النوع اللي يتحمل غسيل تنظيف ما يحت ما يخترب شيء يمن. انت تشوفون كمية جمال الفرش، قلت لكم اياها في الجنطة عشان اذا عندك اكسترا ميك اب تبي تحطينه، تبي تحطين فرش مثلا عندك زيادة، يكون على شكل جنطة وسهل حق السفر او حق تبين تقطينه بجنطتك مالت الطلعة العادية، تبين تحطين اساسيات الميك اب عندك وتستخدمينها جنطة ميك اب. هذا اللي تقدرين تحطين فيها شادو تحت العين او اطراف العين، عادة دائما يحطون فيها يستخدمون فيها الالوان الغامجة. وعندكم هذه مالت الايلاينر، عندكم هذه مالت
مالت الحواجب، وهذه مالت الكونسيلر اللي تحت الحاجب، بلس هذه مالت اللي هي إضاءة يستخدمينها حق اللوز باودر، أو تقدرين تدمجين فيها شادو الغين. أنا ساعات نهاية أحتاج فرشة عودة وأدمج كل الألوان، أو تقدرين تستخدمينها أي استخدام آخر. شوفوا هذا السيت تبعني بكي لأن القصات اللي هي اللي فيه نار، وبنفس الوقت سويت هذا السيت بسعر بالضبط سعر هالست كامل مع جنطته سعر فرشتين. راح ينزلون بعد شوي، هم لحين ما طلعوا أونلاين، عليكم بالعافية. ومخصوص أنا لما سويت الفرش كنت يعني كان بعيني الطالبات اللي مصروفهم على قدهم ويبون يأخذون أشياء حلوة بأسعار مناسبة لهم، مناسبة حق ميزانيتهم. رايكم بس بالستات، أبي تعطوني رايكم بالست وفرشة الكواليتي، أبيكم تشوفون الأسعار. أنا ما راح أقول لكم الأسعار، دشوا وشوفوا الأسعار الرمزية.